تستفسروا الرئاسة كما نستفسروا المكر الوطني للكهرباء، أين وصلت اتفاقية تدبير المطبوعات للمكر الوطني للكهرباء ما يتعلق بالإنارة العمومية. ثم كذلك وهذه الفرصة، كان وجدوا مناطق كمش عليها الإنارة العمومية في واحد الساعة مبكرة، في حين هناك مناطق تتلقى عندها الإنارة حتى كتطلع الشمس وكيبقى دوليا من الله سبحانه وتعالى بحيث المواطن لا يحتاج إلى تلك الإنارة، في حين على أنها المواطن اللي في الوقت اللي كيخلصها المجلس راه المواطن اللي كيخلصها، في حين على أنه تستهلك
كل أعضاء المجلس أو ممثلي الساكنة يتساءلون كيف تتم إعطاء الأرقام ديال لي كونترول، لأن كما أشار إليها بعث قبل بعض العرض بأن هناك مواطنين ما لا يستهلكون كثير من الإنارة المنزلية، ولكن الفاتورة فيها غلاء. لهذا السيد الرئيس نرى بأن هناك مشاكل داخل مؤسسة الوطن الكهرباء، عندهم موظفين قلال وكي يهزوا ديك الأرقام استيماتيك كي يحلوا ديك الأرقام، كي ياخذوا الأرقام عادية. الشهر كتجيك 100 درهم، الشهر الجاي غادي تجيك 700 درهم، لأن دخلوا في الشطر الثاني ودخلوا في الشطر الثالث. لهذا السيد الرئيس هاد الكيفية ديال الاستخلاص ديال هاد الأرقام خصنا نشوفوا الحل مع الوطني للكهرباء السطوح. السيد الرئيس على البلدية وعلى المكتب وعلى أطر ديال البلدية يلقاو الحل هاد المشكل، لأن دابا ما بقاتش داك الفورتي مع الوطني الكهرباء، بقى دابا الاستيماتي شحال استهلكتي ديال الإنارة، والبلدية عندها العجز وغادي تدخل في العجز أكثر وأكثر. راه خصها تقنين لهاد الإنارة المنزلية. كاين الدوائر اللي عندهم 700 إنارة عمومية في الآخر، وكاين دائرة اللي فيها 20، وكاين نقط سوداء، كاين نقط سوداء. إذا مشينا للعمال ومشينا للمشروف الحي الرويس ولا مشينا للجواهر ومشينا نلقاو نقط سوداء، ونرى بأن هناك بعض الأماكن اللي هي فيها الإنارة العمومية بكثرة. وشكرا. شي إنارة دخلت في الجردة ولا دخلت في الأبطال، حنا غادي نعيدوها، غادي نبداو نديرو لجنة الدموع ونديرو هاد اللجنة ونبداو ابتداء إن شاء الله باش جميع الدوائر. نحيدوا هذا الشيء وهذا الشيء، ديروا بعض المنتجات الساكنة في الغابات غادي يعرفوا فين هما يعني الإدارة اللي كانت ديالها، ثم غادي يعرفوا الحقائق. الإدارة ديال الكهرباء. السيف خصنا نعرفوا بعدا شكون هو، واش عنده، واش يدير شي مكر. السيد سمر هذا ما. شي قرا علينا هذا التقرير. رئيس صاحب الإنارة. شكرا. أولا بعد اتفاقية الجدار تدير القوة في مركز المعارضة، من المعلوم أن الرسالة المجلس الجماعي إلى الاجتماعي والدور الاستثنائي المنعقد اليوم 2/9/2015 أن قررت تسجيل اتفاقية مبرمة مع الوحدة الكهرباء ولا المتعلقة بتدبير القوة بالزيارة واستغلال مشاريع القرار المنوية بجماعة غير أن الجماعة التي تلقى في أي ضبط في هذا الخصوص. لذا فإنه بات من الضروري باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لتسريع وفيرة الإجراء في إيطاليا على مستوى الإدارة العامة للوقاية لدرجة الماء بخصوص هذه الاتفاقية الجديدة وتفعيلها قبل أن تتفاقم مشاكل مصر النار العمومية في تراب الجامع. النقطة الثانية تنامي أخرى تركيب أجهزة تمويل عشوائية للخواص بالأحياء الهامشية للجامع. وفي هذا السياق لا بد أن نشير إلى الجماعة لأن جماعة الزمن اعتمدت مبدأ ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عبر إطفاء مصابيح الإنارة الحكومية والاكتفاء بإشعال جهة واحدة فقط بكل من شوارع الحسن محمد الخامس، شارع المعزة، شارع ساحة مسجد الحسن الثاني، وشارع مريرة أخرى. غير أنه في المقابل يلاحظ تنامي ظاهرة تركيب أجهزة تمويل خاصة داخل الأسوار الحدائق أمام المحلات التجارية مستغلين الكهرباء الخاصة للإنارة العمومية، وقد تم تسجيل إلى حد الآن 90 حالة منها وهي مصابيح ذات شركة قوية 250 بدون استشارة قانونية مع الجنة.
لذا يرجى التفكير في خلق لجنة اليقظة والتدفق للوقوف عن كل هذه التصرفات اللاقانونية والعمل على محاربة هذا الشكل فاعل. وأخيرا هناك مشكل ذاتي للجماعة وعدم أهلية شاحنة السيارة التابعة للبلدية، عدم توقف البلدية على كهرباء متخصص، ثم قضية إزالة أعمدة الآلية للسقوط، فمثل كهرباء البشرة في الأسبوع الماضي يعني في إزالة البعض منها والمحاولة لحد الآن تجاوز كنعرف الرضا وكنعرف الرضا شهريا كيديروا له
لاخر ديالك في الدار البيضاء واش كيديروا هذا ليستيماسيون شهر كياخذوا شهر لا ابدا. فهذا السيد الرئيس كتلوى على انه اولا خبرنا السيد الممثل ديال المكتب الوطني للكهرباء كنقدموا الاحتجاج ديالنا وكنقدموا الاستفسارات ديالنا وكنطلبوا نفعل الملتمس اللي خص شهريا يؤخذ العداد حسب الاستهلاك. بالنسبه للاجابه ديالو على ذيك الاعمده المتلاشيه المتاكله راه السيد الرئيس نفس الجواب نسمعه دائما في كل دوره يجيبنا ممثل المكتب الوطني على انه تعاقدنا وسنتعاقد يعني هناك دائما تسويق سوف 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 ولكن راه كان اعمده ونحن من هذا الموقع من هذا الموقع كنقولوا اركان اعمده لمتاكله والتي تشكل خطرا على الساكنه. فالسيد ممثل الكهرباء يجب الاسراع في تصحيح هذه الوضعيه ولازاله هذه الاعمده المتاكله. بالنسبه كذلك الاتفاقيه علاش كنقولوا الاتفاقيه؟ لان الان الجامعه راه دازمت مع المكتب ولكن المكتب لا يقدم الخدمات المطلوبه. حنا وقعنا الاتفاقيه وبالتالي كنطلبوا باش الاخوان يطلبوا من الاداره العامه ديالهم باش يسرعوا من توقيع هذه الاتفاقيه لانه البلديه تعاقدت باش يكون تسيير من طرف تدبير المفوض الذي وكل الى المكتب الوطني للكهرباء. وعموها لا سمعت هذا رئيس الحكومه بان ما تكونش خريب لان الا ما دينا شهرين ثلاث شهور ونص وديها كان جا ديك الدوزيام ترونك والدوزيام ترونك هذاك المواطن البسيط تاع الكيبان يقول لك انا ما استهلك والو ولكن تدخل هذاك لي ترونش الا شهريا اللي يستهلك بزاف راه كيخلص لكن المواطن البسيط اللي كدير تقعد تقعد على الدوزيام ترونش الدوزيام ترونش هذاك ما يكون احسن. ولا سمعنا رئيس الحكومه ان هذا وقع المشكل في طنجه اللي خرجوا الناس للشارع جاتك الدكتوره تكون شهريه وتعاملوا مع الصعيد الوطني ولهذا كنطلب من السي وديع باش يمثل الاصلاح ديالكم ان شاء الله هذه المقبله تكون شهريا. وذلك المشكل اللي قال السي الادريسي خطير جدا باش في الصيف الموظفين مشاو كونتي ولكن الاداره ما تسدش باش يكون جي الحقو هذا العطله ديال حقو سنويا ولكن هو كاين الشباب عندي الشهاده ديال الدكتور هنا هذا القطاع كاين الملايين وخصوصا في هذا الدور ديال الاماره وحنا الدوله الوحيده اللي كان يهيموا علينا الناس ديال الخارج ديال الدول الاوروبيه فقط ديما شحال شفنا امريكا والسفاره الامريكيه كتعطي الهيمات في هذا القطاع وحنا كيخلصوا كل واخا ما كيقول كيخلص شفت في هذه الايام مثلا وقع الصعيد الوطني وقع في طنجه دار وحده كتجي له 2000 ريال تضرب بحال المحمل ولهذا كنطلبوا الدكتور على الاقل باش تخفض الضرر على المواطن شهريا اي واحد اللي كان الموظفين يزيدوا حنا عندنا الشباب باغيين يشتغلوا ان شاء الله ياكلوا الدكتور ديال الخبز وحنا في الطريق حنا في الطريق باش نديروا حمله ونمشيو لعندهم ايوا الا وصل لعمر ما نمشي نخرجوا نصيبوا بينا ونمشي تركيا سي محمد كيجي من طيفا كوطا كيخلص هذاك هذاك التليفون تيقول شي حاجه زيد عليه على هذاك المشكل اللي كاين هما هاد الناس كما كل مره كيجيبونا مشكل راه مشكل ديال يد العاملات غير اللي كاين هذوك الناس اللي كيوصلوا راه كما قال هذاك الشيء هذاك الطابع ولا هذاك الشيء سميتو ما كيوصلوش المعنيين كيجيبوا شي واحد انا تلاقيت مع واحد هنا شاف دكتوري منين قال لي سيدي قاسم سيدي قاسم كاين في الاوراق ديال الاناره بزراعه سيدي قاسم شنو كاين في المسكين هذا السيد الله حسنا كيعطيو له هذيك 10 فلا كل ما شحال خصوصا شحال كيدير وقع اللي عارف عارف يعطيه مولاه ما يديرها في الجيب هذاك مول الدار
ما فرصوش حتى إلا كذلك صاروا طريق لا ما جدوش هو القدير إنعلا مشكلة هنا مشكلة هنا مش تجيبوا حتى اللي وسع الورق تجيبوا مسيدي قاسم باش يبقى ورق بصنا هاو بإمكاني مشكلة